تمام، ده توتوريال بسيط ازاي ممكن نبدأ نتعامل مع باي كيو تي 5. فاحنا الاول هنحتاج نعمل له انستليشن، فباي كيو تي 5 ده بيديزاين دي يو ايز، وفي ديزاينر بيبسط الموضوع. فده مثلا مكانه، نزل دلوقتي هنروح لفايل البايثون، نروح لب وبعدين سايد باكجز، بعدين نكتب في السيرش ديزاينر ونكليك، فنلاقي ان الفايل طلع لنا. فهنكريت مين ويندو، المين ويندو دي بقى هنحط فيها الحاجات اللي احنا عايزينها على حسب محتاجين ايه. فمثلا ليبل، الليبل دي بتاخد تكست بس، نحط بوش بوتوم مثلا، نحط لاين اديت، نحط بس كده يعني. ممكن نكوبي ده ونكرره تاني. تمام، ممكن بقى نغير في اي حاجة في دي، يعني مثلا عايزين نكبر حجم دي كده، تبقى الموضوع بسيط. عايزين نغير الاسم دبل كليك، ف نيجي في التكست ليبل الاول، نشوف مثلا نسمي ده يوزر نيم، ده باسورد. عايزين بقى مثلا نسمي دي ساين ان. فلو الشكل كده احنا عايزين نظبطه بسرعة، نعمل سيلكت اول ونختار جريد على حسب بقى عايزين نظبطه ازاي. ممكن نختار حاجة من دول، لو عايزين نقفلها نرجع من هنا. تمام، رجعنا لها تاني. عايزين بقى نعمل سيف للفايل ده، فنيجي هنا نقوله سيف، نروح لمكانه واسمه untitled، فمثلا ممكن نسميه هاي. فده فايل دوت يو اي، لو عايز افتحه بايثون اكستنشن ممكن استخدمه في بايثون كده على طول، اعمل له لود، بس يفضل ان انا احوله لبايثون فايل. نفتح الباور شيل، نكتب الكوماند ده، باي دوت باي، هنلاقيه عمل جنريت لفايل باي، كأني بديله ده الانبوت وبقول له عايز الاوتبوت دوت باي. نيجي بقى نفتح الفايل كود دوت، هنلاقيه فتح في ال VS كود، نروح للفايل بتاعنا هنلاقي ده فايل ال GUI بتاعنا. يفضل ان احنا نعمل فايل تاني ونعمل امبورت للفايل ده، ما نغيرش هنا عشان مش هنعرف نعدل كتير. وده لما عملنا run فتح معانا الويندو، نقدر بقى نضيف فانكشناليتيز وكده، بس هنتكلم في ده في وقت تاني.